دكتور لو حد ممكن بس نقفل الباب. يلا بقى ركزوا معايا، الحته دي مهمه جدا جدا اللي فاتت في الايد. يلا يا شباب كله يقعد. الناس في البريك سالتني على حصه العمل الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، ده اخر اسبوع خلاص ملوش حل مش كده؟ هناخد فيه حصتين، حصه في اوله دي النظري بقيه المذاكره اللي في ايدك، وهنعيدها كذا مره اختار لك ميعاد من الاعداد بتاعتها. وهنعيد ان شاء الله او هنشتغل حصه بقى العملي 5 مرات متتاليه من اول يوم الثلاث الجاي، الثلاث والاربع والخميس كل يوم ميعادين، تمام؟ تحضر لك برضه ميعاد من ايه؟ منهم وتحضر، ولو عرفت تحضر مرتين يبقى كتر خيرك. هي حصه واحده، انا بس بعيد كتير. يا اولاد عشان بس اللخبطه، بقول لك انا بعيد كتير، عشان خاطر الدفعه كلها بتيجي في حصه العمل، ماشي يا اولاد؟ فانا عامل للعملي 5 اعادات الاسبوع القادم، هيبدا من يوم الثلاث والاربع والخميس. كل يوم هتلاقي فيه ميعادين او ممكن 3 كمان حسب بقى الظروف ما نشوف، ماشي يا اولاد؟ تحضر مره هنا ومره هنا، يا وحده نظري ووحده عملي. بس انا بنصح الشباب بتوعي لو حضرتوا 2 عملي تبقى كتر خيرك. كنت قلت لكم قبل كده زي ما الكليه قالت ان في ريال لاب ومش ريال لاب والكلام ده وميكروسكوبات، لا الكليه بنسبه 90% رجعت في الكلام تاني، وقعت عشان جائحه كورونا ومش كورونا لسه ما خلصتش، فهنقضيها برضو على الكمبيوتر ونقعد نشاور ونبصمج ونلزق والحاجات دي كلها. ايه؟ هيبقوا زي بعض يعني، يوم مثلا كيسز ويوم صور حاجات كده يعني، لكن كلها على الكمبيوتر. يعني حصة العمل هتبقى داتا شو عادي خالص من غير ميكروسكوبات حقيقية، تمام؟ يعني هما بيفرجوكم مثلا في الجارة على الميكروسكوبات دي عشان العلم بالشيء بس، لكن برضه الامتحان هيبقى على صور على الكمبيوتر وتشاور ام سي كيو، تمام؟ ده آخر كلام اللي هو بيتغير كل يوم، على فكرة هما الإدارة منقسمة على الموضوع ده. في ناس بيقول لك لا احنا كده العيال هتبوظ خلاص ويطلعوا مش دكاترة، هيطلعوا إيه؟ حلاقين، كله عمال يبصمج وبتاع وخلاص على كده. فاحنا عايزين نخليهم يحتكوا بالميكروسكوب ويحتكوا بالجثه ويحتكوا بكل حاجه، وده راي صح طبعا. انما الباقي بقى بتاع اللي هو الكرسي اللي هو الشبطان في الكرسي، لا ما اصل في سياسه وفي كورونا وفي بتاع مش هناخد الريسك. فطبعا في صراع، بس طبعا الاغلبيه هي اللي في اتجاه ان احنا نخليها كمبيوتر بس. طيب اكمل بقى الشغل بتاعي لو سمحت. يلا يا دكتور ليمفاتيك فيلاريزيس. تسمع عن مرض الانفانتيزيس اللي هو بيسبب داء الفيل ورجل قد كده اهو، نتيجه اوبستراكشن في الليمفاتكس. دكتور مش عايز رغي جانبي لو سمحت. دكتور بص لي بقى كويس، انسى ورق خالص. اللي هتكلم فيهم دلوقتي لاول مره في البلاد موديول مش بروتوزوا، ده دود ديدان هلمنسس. فاكرين في سنه اولى خدنا نوعين من الهلمنسس، نوع اسمه فلات ورمز ديدان مفلطحه وسميناها بلاتي هلمنسس، ونوع تاني اسمه سلندريكال ورمز الديدان الاسطوانيه وسميناها نيمات هلمنسس. هم دول 2 من النيمات هلمنسس، يعني زينا كده ذكر وانثى، ميل وفيميل منفصلين، مش خلايا بقى، لا ده كائنات كامله كده قدامك، الميل 4 سنتي والفيميل 8 سنتي، يعني متشافين بالعين المجرده، ويعملوا سيكشوال ريبرودكشن في الليمفاتكس بتاعتنا، يتجوزوا والام تجيب بيبي صغنن تخلف فعلا من الفاجينا بتاعتها. البيبي ده اسمه مايكروفيلاري. اسمه ايه البيبي؟ مايكروفيلاري. يبقى انا عندي 3 ابطال في جسمي، ها الاب والام اللي هم الميل والفيميل، وبنتهم اسمها ايه؟ مايكروفيلاري. حلو قوي. طيب عندي 2 دوتين بيعملوا الحركه بتاعت الاليفانتيزيز، واحده مصريه وواحده ماليزيه من الفار ايست. المصرية بتاعتنا اهي اللي هي في الشرقية والدقهلية والجنوبية ودمياط وبعض مناطق القاهرة والجيزة، ومنتشرة في كل الوطن العربي وافريقيا في التروبيكال والسب تروبيكال ارياز، اسمها ووشيريريا بانكروفتي. اسمها ايه؟ ووشيريريا بانكروفتي. اختها الماليزية اسمها بروجيا ملاياي. هي مش في ماليزيا بس، هي في كل الفار ايست، بس مينلي فين؟ في ماليزيا، عشان كده يسموها ملاياي. المرض هنا الاصابه هنا اسمها بانكروفتيان فيلاريزز، انما الاصابه دي اسمها
مالايان فيلاريزس، يعني الاثنين فيلاريزس، واحنا ليه سميناهم فيلاريا الورمز؟ شكل الاسوفجس بتاع الدوده شبه الالم ده كده. الالم ده شكله يا ولد مربع ولا مدور ولا اسطواني؟ اسطواني يعني سلندريكال، بس كلمه سلندريكال ليها ترجمه لاتينيه فيلاري فورم، يبقى سلندر يعني فيلاري فورم، والدوتين دول عندهم اسوفجس فيلاري فورم، عشان كده اسمهم ايه؟ فيلاريال وورمز. بالمناسبه خدنا منهم اثنين السنه اللي فاتت، اللي هو والانكو سيرجا فولفلس، وادي اثنين السنه دي، هم اربعه بس. لما مين بقى ومين؟ وشريريا بانكروفتي المصريه وروجيا ملاياي الماليزيه او بتاعت الفرنس. طيب برضه بيقول لنا عن طريق عضه ناموس، يبقى كل اللي خدناهم يا اولاد فيكتور بور، صح؟ من اول ما شفت حضرتك في البلاد موديول لحد النهارده كل حاجه فيكتور بور، بتنتقل عن طريق عضه حشره، صح كده؟ هنا بقى الناموس فاكرينه؟ الوشراريا بانكروفتي بتجينا عن طريق عضه الكيوليكس، فاكرها الكيوليكس؟ هي الهاوس موسكيتو الطيبه بتاعتنا اللي بتقرصنا اندورز، فاكرها؟ هي بتجيب لنا بقى ايه؟ وشراريا بانكروفتي. ممكن على فكره الايدس تنقل والانوفلس تنقل والمانسونيا تنقل، كله بينقل، بس مين الشيف فيكتور بتاع ده في مصر؟ الكيوليكس موسكيتو، ولازم في ميل، فاكر؟ لان الميل ماله؟ فيجيتيريان ما بيعضش. طب هنا مين بقى الناموسه المين بتاعتنا؟ مانسونيا، ودي جبنا سيرتها في العنوان في الموسكيتو. مانسونيا في ميل موسكيتو. طيب مين ديفينيتيف هوست كالعاده؟ المان، ده اللي جواه الراجل ومراته بتوع الدوده بيتجوزوا في الليمفاتكس، عشان كده انا ايه؟ ديفينيتيف هوست، صح كده؟ طيب مين الفيكتور انترميديت هوست؟ قلته خلاص، هنا هيبقى يوليكس موسكيتو في ميل، وهنا هتبقى مانسونيا، مش مانسوناي. مانسوناي دي شستزوما، دي ايه؟ مانسونيا، حاجه ثانيه خالص، مانسونيا في ميل موسكيتو. طب هل في ريزرفوار؟ فاكر الكلمه بتاعت كل مره؟ هنا مفيش. تبقى زيروتك ولا انفروبروتك؟ انفروبروتك يعني هوست سبيسيفيك، خاصه بني ادمين بس. انما هنا في القرد والقطه. في ريزرفوارز تبقى انت باك زيروتك، يبقى مين ديفيكالت تو بي كنترول؟ صعب الكنترول. طبعا الزيروتك دي ما انت هتعالجه البني ادم يقوم يعديك القطه ويعديك القرد، صح ولا لا؟ يبقى ديفيكالت تو بي كنترول. الهابيتات بقى ما تتلفتش، خليك معايا. الادلت في حته، اللي هم مين الادلت دول؟ اهم ناخد دول، الراجل ومراته دول، فين؟ في جسمنا، في الليمفاتكس. انما بنتهم الصغننه اللي هي مين؟ مايكرو فيلاريا، ما تقعدش معاهم في الليمفاتكس ابدا. يبقى انا عندي كام هابيتات؟ اثنين، واحد للادلت، واحد مين؟ المايكرو فيلاريا. ناخد بتاع الادلت في الليمفاتكس بتاعت اللور ليمبس. بص لي كده، اللور ليمب يعني منين لفين؟ من اول الحزام ده اهو لحد صوابع الرجلين، اسمها اللور ليمب، مرورا بالاكسترنال جينيتاليا. فاهمين يا ولاد؟ ده كله اسمه ايه؟ لور ليمب. الوشراريا بانكروفتي بتاخد من اول الحزام لحد صوابع الرجلين والاكسترنال جينيتاليا، يعني كل اللور ليمب. انما بقى البروجيا ملاياي بتنقي، يعني ايه؟ تيجي في اللور ليمب تاخد من تحت الركبه. اذا ثابت ايه فوق؟ ما خدتوش الاكسترنال جينيتالي. وتيجي ممكن في الابر ليمب في الدراع وتاخد من تحت الكوع كده، تيجي في الحته دي في الليمفاتكس بتاع الحته دي. فهمتوني؟ ها نقول تاني، الهابيتات بتاع الادلتس فين؟ هتقولي على حسب، لو وشراريا بانكروفتي يبقى اللور ليمب بالكامل ومعاها مين؟ الاكسترنال جينيتالي. طب لو بروجيا ملاياي هتبقى اللور ليمب بلو ذني والابر ليمب بلو دي قلبه ورير قوي او مفيش اون توب اكسترنال جينيتالي. ده الهابيتات بتاع مين؟ بابا وماما، صح؟ طب بنتهم بقى، بنتهم بنقول الاحمر اهي، يبقى بتعيش فين؟ في البلد. ايوه بتعيش فين يا ولاد؟ في الدم. اسمع عشان دي مهمه، بتظهر في الدم في ساعه معينه من 10 مساء ل 2 صباحا، يعني بتظهر بالليل بس. يبقى ده ميعاد ظهورها ليلي ولا نهاري؟ ليلي. يعني دكتور من عندك، يبقى المايكروفيلاريا بتاعت النهارده سواء في الوشراريا بانكروفتي او البروجيا ملاياي بتظهر بالليل بس في الدم من 10 مساء ل 2 صباحا، وده اسمه نوكتورنال يعني مسائي بيريوديسيتي. اسمه ايه؟ نوكتورنال بيريوديسيتي. عكس السنه اللي فاتت كانت بتاعت، لا مش الانكو سيركل، بتاعت اللوا
كانت بتظهر في الدم بالنهار، فاكر؟ من 10 صباحا ل2 بعد الظهر، وسميناها ساعتها دايورنال بيريوديسيتي. لكن دي العكس، نوكتورنال يعني بتظهر امتى يا دكتور؟ بالليل بس. امال بقيت ال 24 ساعه بتبقى نايمه؟ اه نايمه خالص، في سبات عميق. فين بقى؟ في اللانج تيشو. ايه ده؟ في اللانج تيشو. يبقى ده مرض لمفاتك اه، بس العيان برضو هيكح، صح ولا لا؟ هيكح عشان مين نايم في اللانج؟ المايكروفيلاريا بتنام بالنهار في اللانج. لكن بتصحى وتطلع في الدم امتى؟ من 10 مساء ل2 صباحا، وده اسمه ايه بريديوسيتي؟ نوكتورنال يا ابني قول. نوكتورنال بريديوسيتي. شكلها ايه المايكروفيلاريا دي؟ مرسومه عندك في ورقه كمان شويه زي الفل، انت بس اتفرج وخلاص. عامله زي التعبان كده، هي السودة دي. حواليها ميمبرين اضافي الاحمر، شايفينه ده؟ طب طلعها طلعها، مش قادر يوصل. كمان واحدة، كمان واحدة. كمان واحدة. كمان واحدتين ثلاثة، كمان واحدة. بس الصفحة كام دي؟ 16. 16، طلع صفحة 16. أهو زي الفل بالألوان، يعني سيادتك باشا تتفرج بس، بس خد بالك. البيانات اللي عليهم دي في صفحة 16 حفظ صم نظري وعملي. نظري وعملي، سمعت؟ نظري وعملي. طيب هي شبه التعبان ايه؟ بصي بقى على البوط، حجمها 250 مايكرومتر، قدام بلانت شايف مدوره، لكن من ورا شارب زي الدبوس، جواها نيوكلياي زرقاء شايفها، لكن قدام مفيش نيوكلياي وورا مفيش نيوكلياي. طيب محاطه بممبرين اضافي الاحمر، ده اسمه شيز. ايه رايك في الممبرين الاضافي الاحمر؟ واسع عليها، عشان كده اسمه ريدندنت. ريدندنت يعني مدلدل، واسع عليها من قدام ومن ورا ومن الجناب. الكائن ده عايش فين بقى في جسم العيان؟ يا نهار اسود، بعد كده الحزق ده. الكائن ده عايش في دم العيان، مش كده ولا ايه؟ فين في دمه؟ او قصدي الساعه كام في دمه؟ من 10 مساء ل2 صباحا. طب طول اليوم بقى بتنام فين؟ في اللانج. دي المايكروفيلاريا بتاعت مين؟ وش الريبنكروفتي. طب بص بتاعت البروجيا مرايات، دي رايك نسخه منها ما عدا فرق واحد. شايفين الفرق؟ شايفين حاجه هنا؟ شايفين دي؟ في فرق بين دي وبين الناس، فرق واحد بس. الاثنين نيوكلياي السود، بص في ورقتك كده هتلاقي في كورتين سود صغننين في اخرها، شايفهم؟ هم دول الفرق الوحيد. ها يا ولاد، الاثنين مايكروفيلاريا دول عايشين فين في جسم العيان؟ في الدم. بيطلعوا في الدم الساعه كام؟ 10 مساء ل2 صباحا. يعني انا لما احب اشخص اخد عينه ايه؟ بلط امتى؟ من 10 مساء ل2 صباحا. يقول لك في الامتحان ايه الدايجنوستيك سامبل؟ تختار دم. طب يقول لك ايه الدايجنوستيك تايمينج؟ تختار 10 مساء ل2 صباحا. فهمت ولا لا؟ طب ايه الدايجنوستيك ستيج؟ ايه هي المايكروفيلاريا دي؟ صح ولا لا؟ عشان كده بياناتها مهمه جدا، نظري وعملي. فهمت؟ الحمد لله. يلا نقدر ارجع بقى تاني لصفحه السايكل نتكلم في اللايف سايكل. سهله خالص. يلا يا دكتور بص لي. بتاخد دقيقتين بالظبط حكايه كده. ها؟ انا يا عم العيان، انت يا واد بص لي. انا فوتت على ناس اللي في الكفايه في الموديول ده. انا العيان. عندي ايه بقى؟ ادلت في الليمفاتكس يتجوزوا صح؟ لكن مين سرح في دمي بالليل؟ مايكروفيلاريا. مين تعضني بالليل برضه؟ فاكر لما خدناها بتعض اندور والنكتورنال عشان تشفط دي مع الدم، سبحان الله متقسم الارزاق صح ولا لا؟ هتاخد من دم المايكروفيلاريا. المايكروفيلاريا هتروح لبطن مين؟ الناموسه. بعد كده تطلع قدام 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 في الثراسك مصر بتاعت الناموسه. بص كده معايا، ادي راس الناموسه قدام اهي صح؟ وادي الثوركس في النص، وادي البطن بتاعتها اهي. هي شفطت الدم صح؟ ومعاها مين؟ مايكروفيلاريا. المايكروفيلاريا في البطن اهي، تطلع لقدام لقدام لقدام، هتلاقي مين هنا؟ الثوركس صح؟ تخش في عضلات الصدر دي وتتحول الى لاربا 2 ثم لاربا 3. مع المايكروفيلاريا هي لاربا 1 في السايكل. خدتها منين؟ من دم العيان. راح طلعت لقدام في الثوركس، بقت L2 ثم L3. فاهم حاجه؟ أيوة. طب L3 دي اسمها ثيرد ستيج فلاريفورم لارفا. ليه سميتها فلاريفورم لارفا؟ عشان برضو عندها ايه؟ فلاريفورم اسوفجس.
بس خلاص السايكل خلصت في الناموس. The third stage في الريفورم لارفا اللي في الثوركس ده تروح راحة للسليبري جلاند بتاع الحشرة. بس خلاص تروح تقف على جلد واحد تاني وتروح نابع على العضة بالايه اسمها ايه؟ third stage في الريفورم لارفا. تروح داخلة في جسمه راحة للليمفاتكس تتحول إلى أدلت ميل وفيميل. أقولها تاني سايكل. يتجوزوا في الليمفاتكس يجيبوا نونة اسمها ايه؟ مايكروفيليريا. تسيب ماما وبابا في الليمفاتكس تحت وتطلع فين؟ في الدم. مين يسحبها؟ الكيوليكس موسكيتو. طبعا المايكروفيليريا هي ال1 ال41 تتحرك من بطن او من جط الحشره للثوركس تقلب الى ال2 ثم ال3. ال3 دي اللي تهمني اسمها ايه؟ ثيرد فيلاريفورم لارفا. تطلع لحد قدام في بق الحشره وتحقن عيان بيها تديها. مين الانفكتيف ستيج في السايكل؟ ثيرد ستيج في الريفورم لارفا. ايه المود اوف انفكشن في السايكل؟ بايت اوف انفكتد كيوليكس موسكيتو فيميل او هنا منسونيا موسكيتو فيميل انجكتنج مين؟ الثيرد ستيج في الريفورم لارفا. اسهل من كده؟ طب ايه الدايجنوستيك ستيج بقى في دم العيان؟ المايكروفيلاريا. طب ايه الدايجنوستيك سامبل اللي هفحصها؟ بلاد. ايه الدايجنوستيك تايم؟ من 10 مساء لاثنين صباحا. طب خدت بالك من دي؟ الحشره خدت من العيان واحده بس مثلا او 10 10 مايكروفيلاريا راحت قلبهم على 10 ال2 راحت قلبهم على 10 برضو ال3 اللي هي فيلاري فورم لارفا. اذا عماله تغير في الشكل بس اهو من غير ما تزود في النمبر ده اسمه ايه ده يا ولاد؟ سايكلو ديفلوبمنتال ترانسليشن. مش احنا اتفقنا اي دوده تتنقل يبقى سايكلو ديفلوبمنتال ودي دوده يبقى سايكلو ديفلوبمنتال ترانسميشن. صفحه السايكل حفظ صم زي اسمك دكتور. التحور من ال1 ل2 ل3 في الحشره حصل فين في جسمها؟ في الثوراكس في الثوراسيك ماسلز. ماشي يا دكتور؟ اسمع بقى عايز اقول حاجه مهمه. بص لي بص دكتور بص لي يا حبيبي دلوقتي اي عيان بقى يتعض ويتحقن بالفلاريفورم لارفا دي على طول رجليته ورم والليفانتيزس تتقطع؟ لا 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 ده عشان نوصل للمرحله البشعه دي محتاج اتعض 10 مليون عضه واتحقن ب 100 مليون فلاريفورم لارفا عشان يوصل في الاخر بعضهم يتحول لنظر تحت المعده. يبقى مين اكتر ناس يظهر عليهم المرض بالبشاعه دي؟ سكان المكان الموضوع اللي بيتعضوا كل يوم ولا السياح اللي بيزوروا المكان اللي بيقضوه ساعتين او يومين ويمشوا؟ السكان طبعا عشان دول اللي قاعدين مع الناموسه كده اهو واخدينها في حضنهم 24 ساعه صح؟ وبيتعضوا كم عض فظيع صح ولا ايه؟ تاني يا اولاد عشان يحصل المرض اللي لسه هشرحه ده ونوصل لمرحله الليفانتيز وقطع الرجل محتاجه ايه؟ محتاجه كم رهيب من العض وكم رهيب من الفلاريفورم لارفي تتحقن في جروح العض ده صح؟ يعني محتاج احتكاك دائم مع الناموسه. مين يا ولاد؟ يبقى مين اكتر ناس تتبهدل؟ سكان المكان اللي هم في التروبيكال والساب تروبيكال ارياز ولا السياح بتوع يومين ثلاثه وروح؟ السكان صح ولا لا؟ الريزيدنس فهمتوا دي؟ طب اقرا الثلاث مربعات اللي في السايكل دول على الشمال وطمني عليك. العمر الافتراضي بتاع الادلت ميل وفيميل في الليمفاتكس من 10 ل 15 سنه. يعني ممكن يوصل لحد 10 بس ساعات توصل ل 15 سنه. دوره الحياه اللي شرحتها جوه الناموسه فاكرها؟ من ال1 لل2 ل3 والكلام ده بيحتاج حوالي اسبوعين ثلاثه. زي بعض. يا ولاد الوشيرينيا بانكروفتي والبروجيا ملاياي كوبي اند بيست باختلاف ايه بقى؟ شبه المايكروفيلاريا فيها اثنين نيوكلياي الناموسة هنا كذا الناموسة هنا كذا دي انا انفر بروتيك ديزونوتيك لكن المرض واحد. يعني لو اشرح دلوقتي ده واحد في الحالتين. يلا بقى ركزوا معايا عشان الصفحتين اللي جايين دول فيهم صداع جامد. ركزوا معايا بقى. يلا يا دكتور سؤال. يلا يا حبيبي خلينا نركزوا معايا. هل العيان اول ما ياخد العضه على طول يجي له الليفانتيزس؟ لا.
ده على بال ما يجي لنا إليفانتيزيز المرض بيمر بثلاث مراحل وفيها سنين طويله ثلاث مراحل. ركزوا معايا بقى لو سمحتوا. بصوا اول مرحله بتاخد حوالي سنه. بصوا كده معايا قبل ما اخش على التفاصيل، هو العيان بتاع الإليفانتيزيز ده هيشتكي من ايه؟ يعني امتى يبدا يشتكي؟ لما يحصل ايه في الليمفاتكس؟ اوبستراكشن. بس كده، يعني كلمه السر النهارده اوبستراكشن اوف الليمفاتكس. اول ما تبدا تتسد يبدا يعيط، صح ولا لا؟ لكن طول ما هي سالكه ومفيش سدد فيها هيشتكي؟ لا. بعد العضه يا اولاد والمده تقريبا 10 12 شهر بتفضل الليمفاتك سالكه برضه. تعال نرسم ان هما ثلاث مراحل، مره ثلاث مراحل. ادي ستيج 1، خليكم معايا بقى. دي اسمها قبل اسمها. انا هرسم ادي الليمفاتك اهو بتاع اللور لين. النبي انت باصص لي عشان خاطر. وبعد ما اخلصها برسمها كلكم، بس دي مهمه قوي. ده مين ده؟ ما تبصش في الورقه خالص خالص. ده الليمفاتك بتاع اللور لين. طيب مين دول يا اولاد اللي بيلعبوا جوه؟ الادلت ميل وفيميل وعيالهم الصغيره اللي هما مين؟ المايكروفيلاج. ركز عشان دي مهمه. اللي بالازرق ده هما الادلتس، تمام؟ والحمر دول هي المايكروفيلاريات. دايما بيحبوا الراجل ومراته وعياله يبقوا على الجناب كده لازقين في جدار الليمفاتكس مش في النص. ها كده الليمفاتكس مسدوده ولا سالكه؟ سالكه. يبقى العيال هيشتكي ولا لا؟ لا. عشان كده بسمي ستيج 1 دي اسيمتوماتيك ستيج. اسيمتوماتيك ستيج تقعد حوالي سنه تقريبا اهو، بيكتب عليها اسيمتوماتيك. اسيمتوماتيك او الكتاب لازم يتفزلك ويسميها سب كلينيكال. فاهم الكلمه؟ يعني ما قبل الكلينيكال مانيفستيشنز. طيب دي سنه كامله. طب دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ دول بيتجوزوا صح؟ وبيجيبوا الافات من دي، دي بتقعد معاهم بنسيبهم وتروح فين؟ في الدم. اذا الشخص ده بقاله سنه بالليل من 10 مساء ل 2 صباحا دمه مليان مايكروفيلاريان، هو عنده احساس بانه مريض؟ لا. يبقى ده خطر ولا مش خطر؟ خطر على مين؟ على المجتمع اللي حواليه، صح ولا لا؟ لانه كارير حامل المرض كل يوم بالليل في وسط الناموس اللي حواليه دون دمه مليان ايه؟ مايكروفيلاريات، صح يا ولاد؟ وهو ما عندوش مشكله حاسس بيها، فماشي في وسط الناس عمال يتعض والناموس ياخد مايكروفيلاريات يقلبه على فلاريفورم لارفي ويعدي اللي حواليه. يبقى الراجل ده خطر ولا مش خطر؟ خطر. وده ماست بي ديتكتد اند تريتد، ده اسمه كارير حامل للمرض. يبقى الراجل ده عنده ايه مشكلته الوحيده اللي هو مش حاسس بيها؟ وجود كم ضخم من المايكروفيلاريات في دمه بالليل، صح؟ عشان كده بسمي المرحله دي اسيمتوماتيك مايكروفيلاريميك ستيج. فاهم الكلمه؟ يعني ايه مايكروفيلاريميك؟ يعني هذه المرحله لا يوجد بها اعراض، ادي كلمه اسيمتوماتيك. وتتميز بوجود مايكروفيلاريات بغزاره في دم الراجل. مايكروفيلاريميك، فهمت الكلمه؟ ما هو مايكروفيلاريميك يعني ايه يا ولاد؟ ايميك دي يعني ايه؟ يعني بلاد. ومايكروفيلاريميك يعني وجود المايكروفيلاريا فين؟ في الدم. يعني كل مشكله الراجل ده ان عنده مايكروفيلاريات في دمه بالليل وبيعدي بيها الناس، صح؟ ده دي بقى الكلام ده؟ سنه، في حدود السنه. حلو. هيروح الدكتور؟ لا. هيخش في مرحله هي دي ده بداية العيار. ركز معايا بقى. ستيج 2. دي بنسميها اكيوت ستيج. دي اللي فيها اللعب كله، ركز معايا. أنا حاسس إن تاني الليمفاتكس اللي فيه المشكلة. ومين على الجناب دول؟ أدلت ميل وفيميل وأطفالهم الصغيرين. ركز والنبي عشان خاطر. ايه اللي هيبدا يحصل بعد مرور عام؟ هيحصل بقى انفيجن للمكان الموجود دوت بالانفلاماتوري سيلز اللي هم مين بقى؟ ايزينوفيلز، ماكروفاج، بلازما سيلز، فايبروبلاست. هيبدا الجيش بتاع الايمين سيستم يتعامل مع دول، صح؟ يقوم يعمل غزو كده ويحاول يقفل عليهم بالشكل ده كده وكده. بص بقى معايا، خليك معايا. ايه اللي حصل في الليمفاتيك؟ ستيل بيتنت ستيل سالك ولا حصل بارشل اوبستراكشن؟ بارشل اوبستراكشن. هنا العيان يبدا يصوت، يقول لك ايه بقى؟ دكتور
انا فجاه كده لقيت رجلي اليمين دي سخنت ورمت شويه وبدا يظهر عليها خيوط حمراء كده ترش. بس عارف ايه دي؟ ده الليمفاتكس بدات تبقى كونجستد وذ ايه؟ وذ ليمف. دكتور الليمف جاي من فوق كده نازل لتحت. زمان كان بيعدي بسهوله صح؟ انما هنا هيتراكم في الحته دي. يفضل يتراكم يوم يحصل ايه يا دكتور؟ يحصل دايلاتيشن للليمفاتيك فيسل بالشكل العجيب ده. ايه اللي نفخ الليمفاتيك فيسل كده؟ تراكم الليمف لانه مش عارف يعدي بسهوله. الدايلاتيشن ده اسمه ليمفانجكتيزيس. ادي اول حرف ال اهو. عندك 3 ال في منتهى الاهميه. والصفحه اللي قدامك دي اهم ما فيها اللي مكتوب بالاحمر. اللي مكتوب بالاحمر ده هو اللي حفظ صم. مش يا دكتور؟ والباقي برضه لازم تحفظه، بس يعني لو الدنيا صعبه عليك قوي يبقى الاحمر ده اساسي. ركز معايا يا دكتور. ستيج 2 حصل ايه؟ بارشيال يا ابني طبعا كونستراكشن نتيجه غزو المكان ده بالانفلاماتوري سيلز حوالين بقى الادلت عايشه ميته مع المايكروفلوريا بتاعتها. قام حصل دايلاتيشن في الليمفاتيك فيسلز اسمها ليمفانجكتيزيس. اسمها ايه؟ ليمفانجكتيزيس. طيب لما يحصل انفلاميشن في الليمفاتيك فيسلز نفسها زي ما انت شايف كده في كل بقى الليمفاتيك فيسل يبقى اسمها ايه دي؟ ليمفانجايتس. اسمها ايه؟ ليمفانجايتس. الدايلاتيشن اسمه ليمفانجكتيز انما الانفلاميشن اسمه ليمفانجايتس. هتلاقي البيشنت قال لك ايه بقى اللي انا قلت لك من شويه؟ رجليا ورمت شويه. دي اسمها ليمفيديما، يعني ايديما مكونه من ليمف. وبقى ظهر على جلدي يا دكتور خيوط حمراء منتفخه. هوت سوولن ريد ها ستريكس. ستريكس يعني خيوط كده. يبقى الليمفاتكس بدات ايه؟ تدخل من الليمف اللي فيها وتشتكي. صح يا ولاد؟ اهم حاجه في الكيس جايه هي الكلمتين دول ريد هوت سوولن ستريكس على جلد الراجل في المنطقه المصابه. فاهمين يا ولاد؟ طب لو الكلام ده اصاب الجينيتاليا كمان بتاعت الراجل العيان، ايه الجينيتاليا دي؟ اللي هي التستس مش كده؟ ممكن يحصل التهاب في جدار التستس نفسه. دي اسمها اوركايتس. هي ممكن عندك برضه في نهايه السطر بتاع الانفانجكتيزس. اوركايتس يعني التهاب في الخصيه. التهاب في الخصية أوركايتس. كمان الخصية في ظهرها خرطوم ملولي وكده مهم جدا للترانسبورتيشن بتاع السائل المنوي اسمه إيبيديديمس. لو حصل فيه التهاب آخر اسمها إيبيديديمايتس. اسمها إيه؟ إيبيديديمايتس. كمان يا دكتور التستس بيروح لها خرطوم كده من ورا ده فيه النيرف سبلاي والبلاد سبلاي والليمفاتيك درينج بتاعتها. الخرطوم ده اسمه سبرماتيك كورد الحبل المنوي. لو حصل له التهاب اخر بيبقى اسمها فانيكيولايتس. عندك ايه قبلها على طول؟ فانيكيولايتس التهاب في السبرماتيك كورد. ده كله معناها ان كمان مين اتصابت غير الجلد؟ الجينيتاليا بتاعت الراجل. صح ولا لا؟ طيب لو حصل يا اولاد التهاب كمان في الليمف نودز نفسها ده اسمه ايه بقى؟ ليمفادينايتس. يبقى انا عندي 3 ال في ستيج 2 دي. ايه هم 3 ال؟ ليمفانجكتيزيس وليمفادينايتس وليمفانجايتس والليمفيديما. ادي كمان ايه اللي صح ولا لا؟ الليفانتويد فيفر. ايه الليفانتويد فيفر؟ يعني هنبدا نخش على الليفانتيزيس ويحصل بقى فيفر العيان وسكندري بكتيريال انفكشنز. وطالما حصل سكندري بكتيريال انفكشنز يبقى العلاج هيتطلب انتي ايه؟ انتي بايوتكس. حلو جدا. تصدق ان العيان في المرحله دي يا دكتور برضه مش هروح للدكتور؟ امال هيعمل ايه؟ هينفض. اسمع كلمه يقول لك انا شكلي عندي برد في رجلي فانا هتكلفت في اللحاف. كويس قوي. بعد يومين بعد يومين يخش فيها على طول عشان نرتاح منه ونقطع له رجله عشان هو ما تفش يعني ما تعلمش الادب. نخش في ستيج كام؟ 3 والاخيره بتاعه قطع الرجل اهو ستيج 3. دكتور انا حاسس اللي فاتك حصل له ايه وانت تقول لي ليمفانجكتيزيس. ايوه ده ايه ده؟ ليمفانجكتيزيس. طب استنى مين الزرق الحلوين دول؟ الادل ده الادل. ومين الحمرا الصغننه معاهم دي؟ مايكروفيلاريا. بصوا هيحصل ايه بقى؟ الانفلاماتوري اكشن ده هيزيد يزيد يزيد اوه يروح عامل ايه يا معلم؟ كومبليت اوبستراكشن في الانفلاماتوري قافل الليمفاتيك خالصه كده. الليمف اللي جاي من هنا وكان متجمع هنا ده
هيعرف يعدي؟ لا لا. طب ما هيروح فين؟ ما ينفعش يرجع تاني، وعمال يتراكم يتراكم يتراكم. بس بوم خلاص، هيروح مفتوح منه. انفجر بقى الليمفاتيك فيسل، والليمف كله يترشق ويطلع الدماغ بالشكل ده. دي بقى اسمها كرونيك اوبستراكتيف ستيج، او كرونيك كلينيكال ستيج. خلاص الليمفاتيك فرقعت يا دكتور. دكتور ممكن بصه هنا المايكروفيلاريا الحمراء شايفها؟ اتحبست تماما مع بابا وماما في الليمفاتكس اوف ذا لور ليمز، صح؟ اذا في المرحله دي بالتحديد لو خدنا بلاد سامبل مش هتلاقي ولا مايكروفيلاريا في دم العيان في اي وقت من اليوم، عشان كلهم راحوا فين؟ اتحبسوا تحت مع الادلت في الليمفاتكس. يبقى مهم قوي 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 ان الكرونيك ستيج دي تحط عليها دايره كده وتكتب نو مايكروفيلاريا ان بلاد، مفيش مايكروفيلاريات في دم العيان في اي وقت من اليوم لو وصلنا للكرونيك ستيج. بص بقى عشان تحفظ كلمه كرونيك دي اولها حرف سي، ورمز السي دي هي الرمز بتاع ستيج، عشان في سيات كتير، في سي وسي وسي وسي، كل دي سيات. تعال شوف بقى دكتور، هو مش الليمف ده هيطلع بره الليمفاتيك وينزل فين بقى ويتجمع فين؟ اول مكان هيتجمع فيه في السكروتم. عارفين السكروتم اللي هو الكيس اسمه كيس الصفي، اللي هو الكيس اللي جواه ايه؟ الاثنين تستس. هيتملي ليمف دي اسمها كايلوسيل. اسمها ايه؟ كايلوسيل. هو مش ليمف يعني كايل؟ خدتوا الكلمه دي؟ لا. ليمف يعني كايل، سي اتش واي ال، كايل. ماشي يا اولاد؟ بيبقى لونه ابيض، لون اللبن بالظبط. عارفين ده؟ الليمف يا اولاد لونه لون اللبن بالظبط، لبن ابيض كده. ماشي؟ هينزل يتجمع فين؟ في السكروتم. تلاقي العيان جاي لك الدكتور الجراحه التستس مدلدله قد كده اهو، والسكروتم مليان ليمف. دي اسمها ايه الاول؟ كايلو سيل. اسمها ايه؟ كايلو سيل، تجمع الليمف في السكروتم. بيبدا بميه الاول في السكروتم، مش كده اسمها هيدروسيل، وبعدين تخش في كايلو سيل. طب ادي اول سيل، يكتب ليك عامل نبي والنبي والنبي والسلك. طب الثانيه بقى دكتور، افرض الليمف ده وقع مع البول، هيفضل البول لونه اصفر ولا يبقى ابيض؟ ابيض لون اللبن. ويبقى اسمها ايه الظاهره دي؟ كايلوريا. اسمها ايه؟ كايلوريا. كايلوريا زي نزول دم، يبقى اسمها هيماتوريا. فاكرين نزول هيموجلوبين في البلاك ووتر فيفر كان اسمه هيموجلوبينوريا، صح ولا ايه؟ هنا اسمها كايلوريا. ادي كمان سي. دكتور لو الليمف ده اتجمع في البرتونيال كافيتي، بقى عندنا اسايتس كده بس ما فيهاش ميه، فيها ايه؟ ليمف، يبقى اسمها كايلس اسايتس. اسمها ايه؟ كايلس اسايتس. طب لو الليمف ده اتجمع في البلورا، عارفين البلورا؟ الغشاء اللي محوط مين؟ اللنج في الثوركس هنا، يبقى اسمها كايلو ثوركس. اسمها ايه؟ كايلو ثوركس. اذا كلمه فعلا كرونيك الاولى سي، يتبعها 4 سي اللي هم مين بقى؟ كايلو سيل، كايلوريا، كايلوريا، كايلس اسايتس، كايلو ثوركس. حلو قوي. طب رجلي اللي ورمي دي ومالينا ليمف، ده اسمه ليمفيديما. ايديما يعني ميه متجمعه، لكن ليمفيديما يعني ليمف هو اللي متجمع، صح كده؟ طب وبعدين؟ هتفضل رجليه تكبر 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 ويتكون فايبر تيشو كتير جدا جدا، وكل الليمف ده هيتجمد ويتكلس تحت الجلد، يقوم يقطع كمان البلاد سبلاي عن جلد الراجل من بره، فتلاقيه اسود وبقى فيه مناطق جانجرنس وبقى مشقق وشبه جلد الفيل بالظبط، ويعمل اوزنج يشر ليمف ويلم تبان ويلم سكندري انفكشن بالهبل على رجليه. دي بقى اللي اسمها الي ايه؟ ها دي النهايه اسمها ايه؟ اليفانتيزس. خدنا القصه كلها من اول العضه لحد ما قطعنا له رجله، مش كده ولا ايه؟ ممكن ناخد 10 15 سنه في الحوار ده، فاهمين يا ولاد؟ وهيفضل زي الحمار مطنش على نفسه لحد ما يوصل لمرحله تانيه. طبعا هيلحق نفسه بدري بدري في الاكيت ستيج هنلحق، لكن وصلنا هناك كده بقى كرونيك خلاص، لازم نخش جراحيا. فهمتوني يا ولاد؟ القصه فيها مشكله؟ ادي الثلاث مراحل بتوعنا. نعم. كيف هيوصل للفلورا اذا هو بس فلورا؟ الليمفاتكس بتصب من فوق لتحت كده، تمام؟ لما نسد تحت نبدا بقى ضغط 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 لحد ما تنفتح بس. نعم. المشكله هاي جنرال صح؟
تاني كده مشكله جنرال يعني قصدي المفروض ان تكون شامله اللي هو الميركامل صح؟ اه بالظبط كده، لكن بعد الضغط بقى العنيف والانسداد ممكن بقى يحصل رابشر في اماكن ثانيه زي ما قلت. لا انا فاهم، بس انا قصدي انه يعني ليش احنا لما بنشوف مريض الالفنتيزز بنشوفه بس بكل بيمب واحد يعني بيكون مثلا الانجر واحد اللي دي بقى ملهاش تفسير، دي ممكن من رحمه ربنا تيجي في رجل واحده وتسيب الثانيه، بس في ناس افتح الجوجل هتلاقي فيه الرجلتين شغالين. عارفين 100% في كده وفي كده، هو نصيب. بس في شيء يعني ما فيش حاجه محدده، بس كده. الثيرد ستيج؟ الفيرست. هتعمل ايه؟ تفتكر تعمل ايه؟ شوية يعني انفلونزا لايك سيمتومز مش كده؟ هاي انفلونزا عندي برد. إذا كان ساب رجله تتقطع لحد كده هيفتكر هيفكر في البرد؟ يلا يا ولاد بقى خلصتوا دي؟ نقلب بقى الصفحة في صفحة مكلكعة تانية. احنا خلاص بنخلص على فكرة. نسيب بقى الموبايلات شوية. يلا. أيوة. تحفظت أهو. لا أقل من نص ساعة إن شاء الله. دكتور هنا هنا. ايه دي؟ دي اللانج، انت ناسيها؟ انت ناسيها. والله العظيم ناسيها، صح ولا لا؟ مش في مايكروفيلاريا نايمة في اللانج؟ ايوه. على فكرة ناسيها دي أنا مش بهزر مع الدكتور. ناسيها فعلاً، الدكاترة بتنسى إن اللانج فيها مشكلة. عشان كده بسمي السندروم اللي جاي ده أوكالت فيلاريزز، أوكالت يعني مستخبي. مستخبي عن عين الدكتور. عمال بقى الدكتور قال انا على رجل الراجل ومش عارف ايه واللي فاتت وناس ان اللنج فيها بلوه بتنام فيه، صح ولا لا؟ اللي هي مين؟ المايكروفيلاريا. طبعا المايكروفيلاريا اللي فوق دين يا ولاد بتفرز توكسنز تقوم تجنن مين؟ الاميون سيستم، يروح عامل عليها اعصار، يعني ايه؟ يروح رايح بعت لها كل الايزونوفيلز اللي حلوه. ماشي يا ولاد؟ يلا اطلعوا فوق في اللنج دي هتلاقوا بتاعات صغيره كده بتلعب كده اهو، مين دي؟ المايكروفيلاريات، موتوها كلها. الاوردر ده بيجي امتى؟ بيجي عند المرحله 3 يعني الاوردر ده بيجي كوينسايدنج مع الكرونيك ستيج بعد عمر طويل فيطلع الايمين سيستم على اللنج عارفين بقى الامن المركزي بالشوم ها ويروح تك 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 يموت كل مين اللي في اللنج مين اللي نايم المايكروفيلاريات بس كده فيحصل شويه كحه وشويه بلغم اسمه ايه السندروم ده بقى اسمه تروبيكال بالمونري ايزينوفيليا ليه سميناه تروبيكال يا ولاد عشان المرض منتشر في التروبيكال والسب تروبيكال ارياز طب ليه سميناه بالمونري في اللنج عشان دي مشكله في اللنج ليه سميناه ايزينوفيليا عشان مصحوب بهاي ايزينوفيليا لو عملنا سي بي سي ساعتها هنلاقي الدم مليان ايزينوفيلز طب بس اكمل عبد الجليل حد اخرها من غير مره ماشي ها يا اولاد يبقى السندروم ده يا اولاد نتيجه ايه خناقه بين مين ومين الايزينوفيلز و المايكروفيلاريات بص حتى اول جمله بيقول لك ايه هايبر ريسبونسيفنس يعني رياكشن عنيف جدا من الايمين سيستم ضد مين؟ ضد مين يا ولاد؟ ضد المايكروفيلاريات بس خد بالك سامعني بص لي بص لي بص لي بقول لك ان التروبيكال بالمونري ايزينوفيليا ده ماشي مع المرحله دي صح؟ طب بص بالراحه كده في المرحله دي احنا حبسنا النيو مايكروفيلاريا تحت صح؟ صح ولا لا؟ صح كمان المايكروفيلاريات القديمه اللي نايمه في اللنج قتلناها بالايمين سيستم صح؟ يبقى برضو التروبيكال بالمونري ايزينوفيليا مفيش مايكروفيلاريا ان بلاد يبقى انا عايز حاجتين في الام سي كيو اوعى تقول بلاد اناليسيس هشخص بيهم ايه الحاجتين دول؟ كرونيك ستيج 3 والتروبيكال بالمونري ايزينوفيليا الاثنين دول مفيش حاجه اسمها مايكروفيلاريا في دم العيان لازم نشخص بطرق ثانيه فاهمين؟ ها ايه الكلمتين النهارده اللي مفيش حاجه اسمها مايكروفيلاريا في دم الراجل؟ كرونيك ستيج وتروبيكال بالمونري ايزينوفيليا. طب لو جالنا العيان في التروبيكال بالمونري ايزينوفيليا عمال يكح كده ويطلع بلغم ايه اعراضه صحيح؟ فيفر عنده شويه فيفر عنده شويه ايزينوفيليا صح؟ عنده شويه كحه اللي هي كف ويطلع بلغم اكسبكتوريشن وبعدين تحط السماعه على صدره تلاقي تزييق تزييق اسمها ويزز سمعت عن الكلمه دي؟ اسمها ايه؟ ويزز تزييق كده. طيب شبه الازماتيك اتاك اللي عنده ربو شبهها كده تمام يا ولاد؟ دي شكوه العيان. لو خدنا من الراجل ده دم هنلاقي هاي ايه؟ ايزينوفيل صح؟ ايزينوفيل كتير جدا واي جي اي كتير برضه عشان ده بتاع الالرجي صح؟
لكن ايه اللي مش هنلاقيها بتلعب في الدم ابدا؟ المايكروفيلاريا، صح كده يا اولاد؟ طب لو خدنا لانج تيشو بايوبسي الاقي ايه؟ مايكروفيلاريات ميته ومحاطه بالايزينوفيلز. بص مكتوب لك ايه هنا؟ مكتوب لك تيشو ان تيشو، شايف دكتور؟ بص كده معايا عشان خاطر دي صفحه مقرفه. اول حاجه فوق اهو هي هايبر ريسبونسيفنس من الميون سيستم، مفهومه دي؟ طب بص بقى في السيركيوليشن يعني بلاد سامبل، يعني ايه بلاد سامبل؟ هنلاقي ايه؟ ايزينوفيل كتير وهنلاقي اي جي اي كتير، لكن مش هنلاقي مايكروفيلاريا. بعديها بص كده ان تيشو، اكتب دي ان لانج تيشو، يقصد ان لانج تيشو او لانج تيشو بايوبسي. لانج تيشو بايوبسي هنلاقي ايه بقى جوه اللانج تيشو بايوبسي دي؟ مايكروفيلاريات محاطه بالايزينوفيلز. حلو جدا. طيب لو صورنا العيان بالاكس راي ايه؟ هنصور اللانج بالاكس راي. حد شاف قبل كده اكس راي بتاعت اللانج بتاعت واحد نورمال؟ شكلها ايه اللي قال اللانج مالها؟ سودا. اللانج بتبقى سودا. بص يا سيدي هرسم لك لانج حلوه اهي، خليكم معايا والنبي. خلاص اهو احنا بنخلص اهو دايجنوزس تريتمنت بياخدوا دقيقتين. مين دول يا اولاد؟ اللانجتين. شايف اللانج ازاي كلير حلوه زي الفل؟ دي النورمال لانج في الاكس راي. لكن الراجل بتاعنا بقى نورمال ولا عنده انفلاماتوري رياكشنز؟ عنده انفلاماتوري رياكشنز. بتلاقيها عباره عن بطش بيضاء اللون معتمه متنطوره في كل حته في اللانج بالشكل ده. بطش بيضاء اللون معتمه متنطوره في كل حته في اللانج. دي الكتاب كاتبها ازاي؟ كاتب لك ديفيوزد موتلد اوباسيتيز. بص في السطر بتاع الاكس راي اخر ثلاث كلمات ديفيوز، يعني ايه ديفيوز؟ منتشر. يعني ايه موتلد؟ يعني مبقعه مبطشه. يعني ايه اوباسيتيز؟ يعني مناطق معتمه. فهمت قصده؟ ديفيوز موتلد اوباسيتيز دي كلها انفلاماتوري رياكشنز. طب بص دي، بص ارسمها على بعضها بس ما اخلصها، اصبر شويه. هل اللانج لما نحطها في الاكس راي كده والشخص نورمال بنشوف بلاد فيسلز ماشيه كده في الاكس راي؟ مستحيل طبعا. لا ترى بالعين المجرده طالما سليمه، طالما ما فيش احتقان. طب الراجل ده سليم ولا عنده احتقان؟ عنده احتقان. فانا ابص في الاكس راي كده في النور الاقي حدود البلاد فيسلز باينه جدا في اللانج كده. يا خبر ابيض، ده معناها ان اللانج دي كونجستد جدا وذ بلاد، صح ولا لا؟ يعني في خناقه جامده جوه اللانج دي. الحدود الحمراء دي يا اولاد اسمها برونكو فاسكولار ماركينز. اسمها ايه؟ برونكو فاسكولار ماركينز. في الحاله بتاعتنا بتبقى فيزيبل ولا انفيزيبل؟ فيزيبل، يعني زايده، صح ولا لا؟ انكريزد برونكو فاسكولار ماركينز، ودي اسمها ايه؟ ديفيوز موتل اوباسيتيز. ده التصوير في الاكسل، ارسموها برضه في الحته دي. يلا بسرعه كده. اخر جمله اللي بالاصفر دي مالكش دعوه بيها، دي لسه هناخدها بعدين ان شاء الله في الجي اي تي. طب دكتور بتعملي ايه؟ بصوا لي يا اولاد، السندروم المهبب ده ايه الدواء اللي نلحق بيه العيان اللي بيكح وبيصير في اضطراب ده؟ دواء اسمه داي ايثايل كربامازين. اسمه ايه الدواء؟ داي ايثايل كربامازين. الدواء ده مايكروفيلاري سايدل، فلما نديه للعيان بيريح الرئه بتاعته تماما. ماشي يا اولاد؟ يبقى لو قال لك في الامتحان ايه علاج التروبيكال بالمندر زينوفيليا؟ اختار مين؟ داي ايثايل كربامازين. نقلب بقى الصفحه. عايزين نشخص المرض يا اولاد. يلا خلاص. التشخيص كله انت عارفه على فكره. انا بعيد تاني. الناس بقى تبص لي بصه اقل من خمس دقايق شخص كده حقن. يلا يا دكاتره، دكتوره 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 مستنيك اهو. يلا بص لي بقى، هاخد عينه ايه؟ بلط. الساعه كام؟ 10 مساء الاثنين صباحا، بس بشرط اكون في الاكيوت ستيج. اوعى تقول لي في الكرونيك ستيج هديك صفر قد كده اهو الامتحان، صح ولا لا؟ لان مفيش حاجه اسمها مايكروفيلاريا في الدم. فين؟ في ولا في الكرونيك ستيج ولا في التروبيكال بالمونري زينوفيل. حلو قوي. هناخد في الاكيوت بلاد سامبل. دكتور
اخد نقطه دم من العيان واحطها على الشريحه وابص على طول من غير صبغه. ليه بعمل كده؟ مصبغ احسن. اصل الصبغه بتقتل الاورجانيزم اللي هو المايكروفلاميا. فانا لو بصيت من غير صبغه هشوفها عايشه ولا ميته؟ عايشه. انا ما صبغتش مش كده ولا ايه؟ ده اسمه ويت دروب ميثود. اسمه ايه؟ ويت دروب ميثود. عشان كده اشوف فيه ليفنج مايكروفلاميا. وبقابلني طبعا. ليه بقى؟ لانها شفافه وبتجري. هشوف ايه؟ نصبغ بالجمسه ونتفرج براحتنا بقى تحت الميكروسكوب. نعمل فيك بلاد فيلم فاكرين؟ وثين بلاد فيلم واصبغهم بالجمسه واتفرج اندر مايكروسكوب على المايكروفلاميا. طيب. كوميتا يا دكتور ولا؟ كوميتا. كوميتا بس ثابته بقى اشوفها براحتي. زي السكشن كده. يلا بصوا لي لو سمحتوا. طيب لو عملنا فيك بلاد فيلم مش انا كنت بكسر الار بي سيز؟ بكسرها ازاي؟ فاكرين ده لسه الشرح اهو. احط نقطه دم كده واجيب سن سرنجه واقعد اقلب كده اروح مكسر الار بي سيز. طريقه هطله جدا وعيب قوي ان احنا في 2021 وجايبين سن سرنجه وبنهبل كده. طب ده منظر مش كده؟ طب جه واحد اسمه نوت الكي سايلنت. نوت ده قال لك ايه؟ بص لي يا ابني ادي الدم اهو هنحطه فين؟ في انبوبه ونحط عليه شويه فورمالين ونقفل الانبوبه كده كويس ونعمل لها سنتريفيوجيشن. بعد 10 دقايق من السنتريفيوجيشن يكون الفورمالين كسر كل الار بي سيز واخد بقى الفلويد ده واتفرج براحتي. اذا النوت كونسنتريشن تكنيك دي هي فيك بس بنكسر الار بي سيز بايه؟ بالفورمالين. طيب جه واحد تاني قال لك ايه؟ اخترع ممبرين. ممبرين زي التيشو كده زي المناديل الورق كده. الممبرين ده فلتر يعني فيه خرام. الخرام دي بعضها ممكن يكون من 3 ل 5 مايكرومتر الخرم الواحد او من 6 ل 9 مايكرومتر. المهم هجيب كوبايه فاضيه نظيفه احط عليها الفلتر من فوق وادي عينه الدم اهي تمام. الكوبايه هي عليها الفلتر من فوق صح يا ولاد؟ وراح جايب الدم كده وصبه على الفلتر. ها ايه اللي هينزل من الاخرام؟ كل حاجه البلازما بقى والوايت بلاد سيلز والبليتلتس كله الار بي سيز. لكن مين هيتحجز على الفلتر لان ضخم جدا 250 مايكرومتر؟ المايكروفلاميا. ساعتها افحص الفلتر فور مايكروفلاميا. دي اسمها ممبرين فلتريشن تكنيك. اسمها ايه؟ ممبرين فلتريشن تكنيك. ها كل ده ليه شرطين. تسحب العينه الساعه كام؟ 10 مساء الاثنين صباحا. وفي انهي ستيج المرض؟ في الاكيوت ستيج. افرض عيان رخم جالك الساعه 3 الظهر وقال لك لو سمحت حلل لي دلوقتي خد الدم دلوقتي تعمل ايه؟ اخده واحفظه. ايه المفروض؟ ما ينفعش. دمك يا عم الحاج ما فيهوش الكائن اللي انا بدور عليه. الكائن ده بيطلع بالليل بس طبعا مش هيعبر. وايه اللي بيطلع عفريت دلوقتي يا دكتور؟ شكلك مش شاطر يا دكتور. لو سمحت بدل ما نروح معمل تاني اتفضل طلعه لي دلوقتي في دمك. اقول له حاضر. هتعمل ايه؟ في طريقه على فكره. قرص داي ايثايل كربامازين الدم هتديه للعيان. القرص ده عارفين بيعمل زلزال في اللنج. عارفين الناس ساكنه في بيت ايام الزلزال طبعا انتوا لسه ما اتولدتوش. الناس لما حصل الزلزال الرهيب ده الناس خرجت في الشارع بهدومها الداخليه صح ولا لا؟ هل حد فكر يلبس؟ خالص. لا مش طلعوا يصوتوا كده وخلاص. نفس المنظر بيعملوا الدراج ده في اللنج. يهزها كده ويرجعها على مين؟ على المايكروفلاريات. تقوم تصحى من النوم وتطلع تجري في البريفرال بلاد بعد قد ايه من اعطاء الدواء؟ 45 دقيقه ل 60 دقيقه. فانت تجيب الراجل الرخم ده في المعمل وتقعده على كرسي وتدي له قرص دايثيل كربامازين وبعد ساعه تاخد منه دم هتلاقيه مليان مايكروفيلاريات. ها الدواء ده استفز مين وصحاها من النوم؟ المايكروفيلاريا. وخرجها في ميعاد مش ميعادها صح ولا لا؟ عشان كده بسمي التست دون دايثيل كربامازين بروفوكيشن تيست. يعني ايه بروفوكيشن يا ولاد؟ استفزاز. ها الدواء استفز مين؟ طلعه امتى؟ استفز المايكروفلاريا طلعها في ميعاد غير ميعادها في البريفرال بلاد. طب الحمد لله. لو فشلنا في ده يا دكتور اعمل ايه؟ ادور على الانتيجين بحاجه اسمها اميونو كروماتوجرافيك تكنيك. اسمها ايه؟ اميونو كروماتوجرافيك تكنيك اللي انا شرحتها لك قبل كده في الملاريا. فاكر اللي شبه اختبار الحمل اللي بتطلع خط واحد او خطين. طلع خط واحد تبقى نيجاتيف، طلع خطين تبقى بوزيتيف. ده اسمه اميونو كروماتوجرافيك تيست. ما ينفعش شخشخ جيبك بي سي ار وطلع الدي ان ايه صح كده؟ كل ده دايركت ولا اندايركت؟ دايركت. ما ينفعش اندايركت ودور على الانتي بادي في السيرم بتاع العيان. دكتور
لو عملنا سي بي سي بالمره هلاقي هاي إيزينوفيليا. طب لو عملت سونار، عارفين سونار اللي بيشوف البيبي ده عند الست الحامل ولد ولا بنت، هعمل سونار هنا كده على رجليه على الاستريكس اللي هي ايه حمراء دي، الاقي المنظر ده مين دول الادلتس. طبعا مش هشوف المايكروفاريات صغيره جدا، لكن هشوف الادلتس عشان طويله 4 سم و8 سم. هل بيبقوا ثابتين كده لازقين في الحيطه وعاملين كده اهو؟ لا، ده بيعملوا كده اهو كده كانهم بيرقصوا مع بعض، كان في احتفال في الليمفاتكس، فالنتاين داي كل يوم في الليمفاتكس، والراجل واخد مراته وهي تكيرات. عشان كده اسمها ايه يا اولاد؟ فيلاريال دانسينج ساين. اسمها ايه؟ فيلاريال دانسينج ساين. بس يا معلم نقلب الصفحه. العلاج سهل خالص، اسمه ايه الدواء برضو؟ هو نفس الدواء داي ايثايل كاربامازين. ممكن بص يا اولاد يا ابني بص لي بخلص خلاص اهو. الدواء ده مايكروفيلاري سايدر، يعني بيقتل المايكروفيلاريات. بس خد بالك لو اديناه جرعه كامله فروم ذا ستار كبيره هيقتل كل المايكروفيلاريات مره واحده. طب ما في داهيه، لا ده العيال هو اللي في داهيه. ليه بقى؟ هتطلع توكسنز بالهبل وتجيب له انافلاكتيك شوك، صح؟ يبقى ندي الجرعه جراديوال دوز ولا سادن دوز؟ جراديوال دوز. ويستحسن ندي معاها كورتيكوستيرويدز تو افويد الرجيك رياكشنز. ده لو لقيناه اصلا في الصيدليه. طب ما لقيناهوش نستخدم الدواء البديل اللي اسمه ايه؟ ايفرميكتين. بتحفظه جرعات. طب الايفرميكتين الاخر مايكروفيلاري سايدل، ولكن لو زودت الجرعه بتاعته شويه ممكن يقتل الادلتس او يؤذيها. طب ايه مشكلته الايفرميكتين؟ ليه بديل؟ ليه مش الدراج اوف تشويس؟ لانه بيحتاج دواء تاني معاه عشان يشتغل اسمه البندازول. اسمه ايه؟ البندازول. طيب ده لو انا في الاكيوت ستيج اديله الادويه. طب انا جالي بقى العيان في الكرونيك ستيج رجليه باظت خلاص، نديله برضه الادويه، لكن لازم نعمل حاجات معاه. ايه بقى؟ سيرجيكال انترفيرنس، سيرجيكال ريموفال للايه؟ للديد تيشو، واعمل له ريكونستراكتيف سيرجري، جراحه تجميل. رجليه اللي باظت دي صح يا ولاد؟ صح ولا صح؟ طيب الراجل ده عنده سكندري بكتيريال انفكشنز بالهبل، اديله انتي بايوتكس. الراجل ده بيهرش جامد جدا في رجليه اللي باظت دي، اديله انتي هيستامينكس. الراجل ده داخل لك بحاجه ثانيه فاكرها؟ السكروتم مدلدل قد كده اهو ومليان ليمف ومش عارف يمشي ولا يلبس هدوم. نعمل ايه في الراجل ده؟ ايه ده؟ ايه يا دكتوره؟ هنخش بالسرنجه بالراحه خالص ونشفط ايه؟ ونشفط كل الليمف ده. ماشي يا ولاد؟ اسمها سيرجيكال درينج. اكمل لو سمحت؟ بس يا بابا الاداب بيتم. بس يا حبيبي بس ركزوا معايا. اخش بالسرنجه واشفط ما طلعش معاك حاجه. ليه؟ عشان الليمف كله تكلس وتجلط حوالين التستس، يبقى السرنجه مش نافعه، الدرينج مش نافع. اخش بجراحه مشرط بالراحه كده، افتح السكروتم وافضي الايه؟ السكروتم ده من كل الليمف اللي حوالين التستس بره خالص، واروح مقفل تاني ومخيط. دي اسمها سيرجيكال ايه؟ درينج. فاهمني؟ طيب الحشره اعمل فيها ايه؟ ارش عليها انسكتسايدز صح كده؟ وانام تحت الايه؟ الموسكيتو نتس صح كده يا ولاد؟ طيب فاكر الناموس؟ مش كان ايج لاربا بيوبا ادلت؟ اول ثلاث مراحل دول اسمهم ايه؟ اكواتيك ستيجز. فاكر لما كنت بسمم لهم الميه ببكتيريا؟ كان اسمها باسيلس ثورني جينسيس بي تي 14. اختها اسمها باسيلس سفيريكس. اسمها ايه؟ باسيلس سفيريكس. تطلع سبورز تقوم تسمم اللارفات، لكن مش هتسمم البيوبات عشان البيوبا ما بتاكلش. برافو عليك. طب فاكر لما حطينا سمكه في الميه اسمها جامبوشيا افينس فيش وسميناها بريدتور يعني متوحشه؟ اسمها الاخر لاربي فيرس فيش، فاكتب جنبها هي الجامبوشيا افينس فيش. دكتور مين الاصعب في الكنترول؟ وشلاريا بانكروفتي ولا بروجيا مراياي؟ بروجيا مراياي ليه؟ عشان عندها مين الريزرفوار؟ هما مين ومين؟ القرد والقطه. بكره ان شاء الله هنزل على الجروب مواعيد الحصه الاخيره في النظري والعملي باذن الله.